أيام الأنباء من قناة الطنس، أهلا بكم. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا أن المؤسسة لن ترفع حالة القوة القاهرة عن الحقل الشرار النفطي، لافتا إلى أن الوضع الأمني في الحقل لا يزال خطرا. وأوضح صنعلا في بيان له الخميس أن المؤسسة لن تخاطر بموظفيها في الحقل إلى حين وضع خطة أمنية جديدة، مؤكدا سعي المؤسسة لإيجاد حل مشترك للأزمة وتهيئة الظروف المناسبة لسلامة العاملين. وأكد رئيس مؤسسة النفط دعمه بشكل كامل لمطالب أهالي الجنوب، مشددا على ضرورة أن يرفع أي اتفاق يمكن التوصل إليه من المستويات المعيشية لسكان الجنوب. أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس التزام بلاده بالاستمرار في العمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين للوصول إلى حكومة ليبية موحدة ومستقرة قادرة على توفير الأمن والاستقرار. وشدد ترامب في رسالة تهنئة وجهها لرئيس المجلس الرئاسي المقترح في الذكرى 67 لاستقلال ليبيا، شدد على التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي في سعيه لبناء عملية دستورية واقعة ومسالمة وانتخابات وفق خطة الأمم المتحدة. وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسي المقترح، فقد أكد الرئيس الأمريكي دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا في إطار الاتفاق الموقع بمدينة الصخيرات المغربية. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيدريكا موغريني آخر مستجدات الأزمة الليبية. وبحسب الخارجية المصرية، فقد شدد شكري على ضرورة حل الأزمة الليبية بالدفع بالمسار السياسي بمشاركة الليبيين أنفسهم وبعيدا عن أي ضغوط خارجية، بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا ويواجه الإرهاب ويعيد بناء مؤسسات الدولة وفق قوله. أدانت مصلحة الجمارك ما وصفته بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من خلال تدفق كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية. واعتبرت المصلحة في بيان لها الخميس أن مؤشرات التدفق أصبحت خطيرة ونتائجها عكسية على عقول الشباب والاقتصاد الوطني، عدا كونه يدخل ضمن عمليات غسيل الأموال ودعم الإرهاب وفق قولها. وأكدت مصلحة الجمارك أن الجهات الضبطية التابعة لها تمكنت من ضبط أكثر من 52 ألف كيلوغرام من مادة الحشيش و100 ألف مليون أو 100 مليون حبة ترامادول، إضافة إلى حاويتين تحملان أصنافا متنوعة من الأسلحة النارية والبنادق. قالت الأمم المتحدة الخميس إن المهاجرين واللاجئين في ليبيا يتعرضون لأهوال لا يمكن تخيلها منذ اللحظة الأولى التي يدخلون فيها البلاد وفق قولها. جاء ذلك في تقرير أصدرته الأمم المتحدة بمشاركة بعثتها للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويغطي فترة 20 شهرا حتى شهر أغسطس من عام 2018. وأشار التقرير إلى تورط عدد من موظفي الدولة ومجموعات مسلحة ومهربين وتجار البشر في سلسلة انتهاكات مروعة ضد المهاجرين واللاجئين، مضيفا أن هذه الانتهاكات والتجاوزات تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاحتجاز التعسفي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.